قضايا يعني ما يخص بالفكر القومي، الأيديولوجية القومية العروبية، وهكذا بدأ يظهر. قطعا قبل يعني بدء الحرب، بالظاهر بدأت الحرب في 31 شهر شهريور الإيراني، أي يصادف الصور 22 سبتمبر 1980، عندما هاجمت يعني تم الهجوم بواسطة الطيران في بادئ الأمر، وتم قصف المطارات الإيرانية، وانعرفت أنه في هذه اللحظة أو في ذلك اليوم اندلعت الحرب. لكن حقيقة الأمر كانت هناك حرب غير معلنة تدار رحاها على الحدود، يعني كانت هناك مناوشات قبل بدء مناوشات وحتى بالمدفعية بين الجانبين. وأتذكر أنه كانت يعني سيارات الإسعاف تنقل الجرحى اللي يصبوا كانوا على في المعارك وينقلونهم لمدينة المحمرة ومدينة عبادان، ومنهم حتى بدأوا ينقلونهم لمدينة الأهواز. وأنا كنت في تلك الفترة أتردد على مدينة المحمرة، فشهدت بأم عيني أن السيارات اللي كانت تقل الجرحى، لكن ما كنت أعرف. وعندما سألت يعني الأصدقاء اللي يتواجدون هناك، فوضحوا لي أنه في هناك تحركات، في هناك معارك بين الجانبين العراق والإيران على الحدود، مناوشات عسكرية. وهذه الجرحى اللي يأتون بها إلى المستشفيات هي من تلك الحرب. فعلى كل حال، هذا يعني كان قبل يعني اندلاع الحرب بشكل علني ب 15 أو 20 يوم. على كل حال، فمثل ما بينت لك يعني في بادئ الأمر، إنه إيران بدأت ترفع شعارات من قبيل إصدار الثورة، تصدير الثورة إلى العالم، دول الجوار. وهو كان الهدف حقيقة من هذه الشعارات إنه التحرك مستقبلا نحو البلدان العربية، البلدان المجاورة، لتوسيع رقعة أهداف إيران اللي كانت بينة في بادئ الأمر إنه كانت هي أهداف توسعية، وكان أهداف يعني تكمن يعني في الواقع قضايا أيديولوجية إسلامية شيعية امتدادا للصفوية، ولكن صح التعبير. ولكن إيران كان يعتقد بأنه هو إصدار الثورة يعني من دخول من العراق إيران إلى القوس، كان يعتبر أنه طريق القوس يمر عبر كربلاء، هذا يعني خلاف ما أنت الآن تفضل. يعني هو يعني في هناك، إذا كانت هناك أهداف توسعية على أساس قومي، فكانت تخبى هذه الأهداف وتعطى دائما فكرة دينية، باعتبار أنه الجمهورية الإسلامية جاءت لإنقاذ المستضعفين في العالم، لإنقاذ الفقراء في العالم، لإنقاذ المحطمين في العالم واستعادة حقوقهم. وكانت الشعارات تعبر بهالشكل. قطعا في هناك أهداف أيضا يعني قضايا تاريخية بين البلدين الإيراني والعراقي، لكن النظام الإيراني كان يوحي للآخرين بأنه هو يريد ينقذ المستضعفين في العالم، وهكذا كان يبين من خلال شعاراته. ويعني كانت يعني يغطيها الطابع الأيديولوجي الديني بالواقع. لكن فيما بعد تبين أنه هذه الشعارات ما هي إلا غطاء يعني الإسلام والشعارات الإسلامية والمستضعفين والدفاع عن المستضعفين والفقراء والمحطمين في العالم، ما هي إلا تغطية لأهداف كامنة وراء سياسات هؤلاء
الحكام الجدد اللي أسسوا الجمهورية الإسلامية. فهذا جعل النظام العراقي يتخوف من هذه الشعارات، يتخوف من هذه التطلعات، وبالتالي من أجل أن يحشد التأييد العربي التأييد الإسلامي وخاصة العربي، إنه بدأ يتحرك ويطرح القضية القومية العربية والدفاع عن العرب والدفاع عن الحدود الشرقية من الوطن العربي، وهذا تجلى في الحرب واستمرار الحرب. لكن إيران العراق أيضا كان ينوي إنه يعني يقف أمام النظام الإيراني الجديد انطلاقا من هذه المنطلقات، باعتباره كان يعلن على انه هو يدافع عن الامه العربيه وعن حقوق الامه العربيه. بما انه ايضا كثير من البلدان العربيه اللي كانت ايضا يعني تنظر وتلاحظ وتسمع هذه الشعارات التي جاء بها الخميني ونظام الخميني، جعلت أن تؤيد النظام الإيراني وتقف إلى جانب النظام العراقي وتقف إلى جانب النظام العراقي في الحرب. إذن اللي يعني الحكومة العراقية، عفوا أنا غلطت، أنت حضرتك أشرت بأنه يعني الحكومة العراقية حاولت انه تحشد العالم العربي من اجل الاصطفاف لها، ولكن يعني هل تجد يعني شعار انه